السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور ناصر سابل على قناة لسان أهل مصر، وحلقة جديدة من حلقات فوازير رمضان. هي الحلقة الخامسة. ننوه تاني إن في جايزة 1000 جنيه للي يحل حلقات فوازير رمضان من أول حلقة لآخر حلقة. الحكاية والحدوتة اللي احنا بنحكيها بتطلع من ألفاظها مثل، وبترسلنا على الواتس اللي هينزل تحت ده أو على الماسنجر بتاع صفحة لسان أهل مصر. وأول فقرة كما تعودنا في المجلة الرمضانية كلمة من القرآن الكريم. كلمة النهاردة هي كلمة سحت. محدش فينا ناسي شخصية أحمد راتب في مسلسل المال والبنون، الجزء الأولاني والجزء الثاني، السحت واللي بقى السحت بيه. كلمة السحت معناها في العامية المكسب الحرام أو المكسب اللي محدش شيء فيه. بيكسب سحت، بياكل سحت، عيشتهم سحت في سحت، يعني سفلقة ما بتعبوش في الحاجات دي. كلمة سحت جت في القرآن 3 مرات في سورة المائدة. الموقع الأولاني في الآية 41 لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن اليهود وبيقول له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فقال إن هم سماعون للكذب، بعد كده وصفهم إن هم سماعون للكذب أكالون للسحت، بياكل سحت. يبقى دي نمرة واحد في المائدة. المرتين التانيين برضو في سورة المائدة الآية 61 اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى كلمة السحت كلمة بنقولها في العامية المصرية هي بنفس المعنى اللي موجودة في القرآن الكريم. الآن مع الفقرة الثانية كما تعودنا، وهي كلمة من المصرية القديمة. كلمة النهاردة هي كلمة صابع. صابع. صابع كلمة مصرية قديمة. مش دايما كلمات المصرية بخ وإخ وكخ وواو وكلام من، في كلمات واضحة صريحة زي ما قلنا ختن، وزي ما بنقول النهاردة صابع. صابع كلمة بنستخدمها كتير جدا، محدش فينا يقدر ينسى صوابع المحشي، محدش يقدر ينسى صوابع الكفتة. وطبعا يا بابا ما نقدرش ننسى صوابع زينب، بما اننا في رمضان بقى وكده. كلمة صابع لو بحثت عنها في معاجم اللغة العربية الفصحى هتلاقيها لها كذا طريقة للنطق ولها 10 طرق للجمع. احنا بنجمعها صابع، بنقول صابع وصباع، وبنقول صوابع ويصبع، اشتقنا منها فعل اللي تجيب الكفتة يصبعها، وفي الصوابع لها حركات كده. اوكي كده علامة النصر كده، حاجة تمام كده، قلب صغير. كلمة صابع جيت في امثال كتير لما حد يحاول يثبت ان مش كل الناس زي بعضها، يقول لك صوابع ايدك مش زي بعضها، كل عين قبالها صابع، لما حد يجي يكلمك خلاص. وزي ما انتم شايفين في الصورة كلمة مصرية قديمة، صاد ب عين وعلامة الصابع. الفقرة اللي بعد كده فقرة الفزورة. فوزير بتتقال بعد ما الناس تبطل شغل وهي مرتاحة وهي بتحاول تتسامر. فوازير بسيطة وسهلة بتبقى عبارة عن 2 3 كلمات. فزورة النهاردة جاي من بعيد يخربط في الحديد. هي كده بس، جاي من بعيد يخربط في الحديد. آخر فقرة بحكي حدوتة وانت بتطلع منها مثل. في مفاجأة النهاردة ان مش انا اللي هقول الحدوتة بصوتي، هتقولها شريكتي في القناة زوجتي، وياك تعجبكم طريقة أداء حدوتة النهاردة. أمنا الغول. قصة النهاردة عن أمنا الغولة. أمنا الغولة دي الحقيقة القصة دي أول ما قريتها قلت لنصر جولي يعني إيه القصة دي، كانت بتحكي لنا من 40 سنة من وإحنا صغيرين خالص، وكنا بنغنيها واحنا ايه واحنا عيال ويا بير وفيها مقتطفات كده فكرتني بزمان. فهو اقترح عليا الحقيقه ان انا اقولها، فاول مره احكي قصص يعني بعيده عن القصص الاطفال اللي كنت بحكيها زمان لاولادي. قصه امنا الغوله.
كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه واحدة ست، ست دي كانت عندها بنت، وكانت متجوزة راجل، الراجل ده كمان كان عنده بنت، يعني كان فيه بنتين في القصة. البنتين دول واحدة بنت الست وواحدة ايه طبعا مش بنتها. الست دي كانت ست تقريبا ضميرها مش نظيف قوي يعني، فجت قالت للبنت اللي هي بنت جوزها تعالي، وندت عليها وقالت لها ايه، لازم تروحي عند امنا الغولة وتجيبيلي الحصيرة والغربال من عندها. قالت لها حاضر، كانت بنت مطيعة جدا، قالت لها حاضر يا امي، يا طبعا كانت بتقول لها ماما مجازا يعني. راحت مشت البنت الجميلة دي، مشت في قلب الصحراء، مشت شوية بشوية، بصت للسما فوق، لقت ايه؟ لقت القمر بدر منور وجميل وشكله حلو ومبهج كده. قالت ايه؟ قالت الله عليك يا قمر، انت حلو ابيض وحلو قوي كده ليه؟ القمر رد عليها وقال لها يجعل بياضي في خدودك وما يجعلهوش في شعورك. فرح قوي تقريبا لما قال حد تغزل فيه، فدعالها دعوه ان لازم ان بيضها ان بياضه يبقى في خدودها وايه وما يبقاش في شعورها. مشت شويه في قلب الصحراء، لقت ايه؟ غراب. الغراب ده مع ضوء القمر كان السواد بتاعه جميل لدرجة ان ما قالت له الله عليك يا غراب، ايه الجمال ده، سبحان الخالق، ايه الجمال ده، ايه السواد الجميل ده، ده سوادك جميل قوي. قال لها ايه؟ قال لها يجعل سوادي في شعورك وما يجعلهوش في خدودك. البنت مشت بقى ايه عماله تلعب كده وايه، والحركه بتاعتنا زمان اللي احنا بنقعد نتحنجل على رجل ورجل وماشيين في منتهى السعاده، وايه لقت ناس شويه عدت كده، لقت ناس ايه بيحصدوا وبيدرسوا وايه وبيشتغلوا. قالت لهم ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ ربنا يقويكم، ربنا يعينكم. شافت الناس دي من كتر تعبهم فحبت تهون عليهم وقالت لهم ايه ربنا يقويكم ويساعدكم وايه، هي كلمتهم وكده، فادولها ايه شويه قرطم. القرطم ده حاجه مسكره كده. المهم ايه، خدت منهم شويه القرطم وايه ومشت لغايه بيت امنا الغوله. قعدت تخبط على امنا الغوله، تك تك تك، مين؟ انا يا امنا الغوله، افتحي افتحي يا امنا الغوله. قالت لها عايزه ايه انت، عايزه ايه انت، مين؟ قالت لها انا امي بعتالي عايزه الحصيره والغربال. قالت لها لمين؟ قالت لها لامي. قالت لها انت مين؟ قالت لها طب بس تفتحي وشوفيني. قالت لها، فتحت الباب، قالت لها طب تعالي الاول، تعالي اما ابص عليكي تعالي. بصت عليها كده قالت لها تعالي يا بنت انت، فليني أفليكي؟ حاضر يا أمنا الغولة. جابت المشط وقعدت تسرح لها شعرها وإيه، وقالت لها ملقتهاش زعلانة، فقالت أزعلها إزاي؟ قالت لها بقولك كولي الأمل بتاعي لازم تاكليه. قالت لها حاضر يا أمنا الغولة. قعدت تسرح لها في شعرها وتطلع إيه، تمثل إن في إيه، إن في أمل وتاكله كمان وايه، وتقول الله. كانت طبعا بتاكل ايه، القرطم اللي كان الاهالي اعطاهولها ايه هديه. قالت الله يا منى الغوله، ده الامل بتاعك ده جميل قوي. هو طبعا لفظ مقرف، معلش سوري، هو مكتوب في القصه كده، فايه فانا الامل كان ظاهره منتشره جدا في من 20 سنه يعني، مش من 40 سنه ولا حاجه، كان من موجود كتير وبكثره، فما بالك وبقى من ايام منى الغوله يعني. ف كلته وكانت بتاكل القرطم، طبعا كان حاجه مسكره جدا، فقالت الله الله يا امنا الغوله. لقيت البنت ما اتضايقتش، قالت لها طيب خلصتي؟ قالت لها خلصت. قالت لها طيب تعالي عندك الغسيل اغسليه، يلا اغسلي الغسيل. قعدت تغسل الغسيل، املي القلل، قعدت تملي القلل، كل شويه تجيب لها ايه مهمه في بيتها. قالت الله، ده البنت دي لازم ايه، لازم هنزلك البير، طب تعالي يلا انزلي البير. بنت ما
خافتش، بكل بساطة بكل البراءة نزلت ايه البير. ومن الغولة طبعا لقت بنت ضميرها سليم ونظيف، قالت للبير: يا بير يا بير طلعها بذهب كتير، يا بير يا بير طلعها بفلوس كتير، يا بير يا بير اكسيها سندس وحرير. طلعت البنت بقى ايه ما شاء الله مدندشه كده، وحاجه بتلمع وحاجه بتبرق وايه، وطبعا اتغيرت كده وبقت احلى من ما كانت، ايه كانت حلوه من جوه وكمان بقت احلى من بره. لما طلعت من البير المنى الغوله نادت على ابنها وقالت له: هات الغربال والحصيره من عندك. جاب الولد الغربال والحصيره لامه. أمنا الغولة خدت الغربال والحصيرة ودتهم لمين؟ للبنت. البنت طبعا بقت شايلة الغربال والحصيرة وراحت لمين؟ للمفروض بتنادلها تقول لها يا أمي. الأم دي أو الست دي شافت كده لقت إيه؟ لقت البنت اتغيرت وبقت جميلة قوي وشكلها مختلف. قالت إيه؟ لا ده أنا المرة دي لازم أبعت بنتي، لازم بنتي تتغير وتبقى أجمل وأجمل زي ما مين؟ زي ما بنت جوزها اتغيرت. بعتت بنتها قالت لها ايه: يلا روحي ودي الحاجات عند امنا الغوله، ودي الغربال والايه والحصيره من عند امنا الغوله. البنت مشت في نفس الطريق، قابلت مين؟ القمر. طبعا شافت القمر ولا تغزلت فيه ولا قالت سبحان الله ولا قالت يا ايه ده بياضك مش عاجبني خالص. قال لها: طب روحي يا رب يجعل بياضي في شعورك وما يجعلهوش في خدودك. مشت قابلت ايه؟ الغراب. طبعا بصت للغراب قالت: يا بوز الشوم ايه ده؟ ايه السواد ده؟ قال لها: روحي يجعل سوادي في خدودك وما يجعلهوش في شعورك. مشت طبعا لقت الناس بصت لهم ولا بصت لهم ولا عبرتهم، الناس اللي كانوا بيشتغلوا وبيحصدوا وبيدرسوا في تعالي منها وغطرسة. عدت مشت راحت مين؟ فتحت لأمنا الغولة، قصدي راحت بيت أمنا الغولة وقعدت تخبط مين؟ مين؟ افتحي افتحي خدي الحصيرة والغرباء. فتحت لقت مين؟ لقت بنت تانية. قالت لها: لا خشي تعالي. قالت لها: عايزة ايه؟ انا عايزة اروح. قالت لها: خش تعالي فليني. قعدت زي ما عملت مع البنت الأولانية عملت معاها بالظبط. طبعا البنت التانية بنت الست مرضتش، قعدت تفليها وتاكل الأمل وبمنتهى التقزز طبعا، معلش سوري في نفس اللفظ، وكسرت لها البيت ووقعت لها القلل، ولا غسلت هدوم ولا ملت حاجة ولا نظفت ولا كنست. قالت لها: لا طب تعالي بقى آخر حاجة هنزلك البير. نزلت البنت التانية البير وقعدت تقول: يا بير يا بير طلعها بخنافس كتير، يا بير يا بير طلعها بتعابين كتير. البنت طبعا طلعت شكلها حاجة مختلفة خالص، بالحشرات بتاعتها بالتعابين بتاعتها. كانت بتقلنا على فكرة كده بنفس الألفاظ وإحنا صغيرين، بس مش عارفة كانوا بيقولها لنا ليه ولا إزاي ولا عشان إيه. المهم بقى ايه، البنت طلعت تجري على مامتها قالت لها: ايه ده مين اللي عمل فيكي كده؟ قالت لها: مين؟ امنا الغوله. وبنسبه ان انا دايما بزعق لعيالي على طول باستمرار، فانا امنا الغوله في البيت، امنا الغوله جت، امنا الغوله راحت. وارجو انكم تكونوا استمتعتوا بالحدوته وتوتة توتة فرغة الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ بكده يبقى وصلنا لآخر فقرة في الحلقة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحدوتة. لو عجبتكم الحلقة لايك شير، ونتقابل على خير مع دكتور التخدير في شهر الخير.